لينا بقى اللعبة الترابيزة. وأول لعبة معانا في لعبة الترابيزة هي لعبة المتاهة اللي احنا عاملينها بنفسنا. أحب أفكركم إن أنتم ممكن تلعبوا اللعبة دي كلها في البيت على السفرة بتاعتكم عادي جدا. تجيبوا ترابيزة وميكانو وتعملوا المتاهة بتاعتكم ونلعب بقى للصبح. جاهزين؟ جاهزين. عارفين هتعملوا إيه؟ هتحركوا الكوبايات كل واحد بالهواء اللي هيطلع من البالونة. أنت الفريق الأصفر، حضرتك الفريق الأحمر. أول ما هو ريدي ستادي جو. هنشوف، تعالوا استنوا عشان إيه ما تتلخبطوش. هنشوف مين اللي هيدخل الكوباية بتاعته ويطلعها من الناحية التانية الأول، أوكي؟ ريدي ستادي آند جو. لا من غير ما نمسك، أيوة من غير يا حالة ما نمسكها. بالهوا. برافو 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 تيم، برافو يا تاي، برافو. نرجع من الأول تاني، يلا يا حالة بسرعة نرجع من الأول تاني. برافو يا تاي، برافو يا تاي. حلا ممكن هوا ابطأ شوية، ممكن يا برافو. اوعي تقع مني تاني عشان ما ترجعيش من الاول. واصلا بقى، اصلا بقى تيمو مركز بقى تركيز، مش عادي مش عادي والله. برافو برافو. قرب يدخلها في البلوكه الثانيه، وده لو تعلمونا حدث قوي جدا. حلا اخيرا دخلت في البوكس الثاني، بس على مين؟ تيمو في بوابة المرحلة الثالثة ودخلها. دخلها يا ولد، دخلها. لفت جاتوه، لفت جاتوه. الله الله، تشجيع عمال. الله، حاولي تشوفي تكنيك الهوا. أيوة برافو. مش ممكن مش ممكن. تايم يا جماعة، مركز تركيز مش عادي. وقربوا يوصلوا كوبايات بعض. إيه؟ الهوا هيخش في بعضه يا جماعة، الهوا هيخش في بعضه يا جماعة. برافو يا تيمو، برافو يا حلا. الهواء يخش بقى. برافو، تغيير مسارات مفهوم. ليه؟ حلا دخلت المرحله الثانيه. برافو. ولكن هل حلا هتعرف توصل بسرعه ولا تيمو هيكسب؟ لان حلا قربت تخش على المرحله الثالثه اوريدي. الاثنين في نفس الحته بالظبط. هل تيمو ولا حلا؟ تيمو فاضل له زقه ويطلع بره، ولو طلع بره هيكسب. بس المراحل دي مرحله قويه، تيمو ابتدى ما يبقاش معارف يأثر. تيمو، برافو تيمو. يلا نخش على اللعبه اللي بعدها. برافو طبعا، مش ممكن على الدقه والتركيز. يلا نخش على اللعبه اللي بعدها على الترابيزه على طول. اللعبه الثانيه بقى لذيذه لذاذه مش عاديه. هنحط الكور دي في الكوبايات دي ونشوف مين هيخلص كوباياته الاول. بس قبل ما نتكلم بقى، بما اننا معانا الاستاذ تايم والاستاذ مالك، بقى احكوا لي انتوا البست فريندز بتوعكم اللي هم اصدقائكم المقربين، يعني بتختاروهم بناء على ايه؟ نسمع تيمو. طيب يكون جدع. يكون جدع. جدع ازاي بقى؟ بيعمل ايه جدع دي؟ يعني لما اقول له سر ما يطلعوش بره. حلو ده قوي. مهم قوي موضوع السر ده. برافو. انت بتحب تقول اسرار كتير ولا ايه؟ طب بتقول اسرارك اكتر لاصحابك ولا للاسره، اهلك اختك؟ لا اكيد لاهلي. اهلك؟ اهلي يعني. احنا هنهزر. ماشي، قول لي انت بقى يا استاذ. انا نفسه، انا زيه. انت زيه بالظبط؟ يعني اللي بتقوله سر وما بيقولش عليه هو ده اللي بتصاحبه؟ بس اكيد في حاجات تانية بتحب تصاحب صحابك عشانها. لا مفيش، هو لازم يبقى جدع وكده وبيأتمن السر وبتاع. صفه مهمه قوي قوي. كل اصحابي جدع. كل اصحابك جدع؟ كلهم جدعين. بيعملوا ايه بقى الجدعان عندكم؟ بتاع بتحصل فيها ايه؟ يعني كل يوم في كلاس بيجيبوا اي حاجات كتير. ايه؟ ايه ده؟ ده شطاره بقى، دي مش جدعانه. ده جدعين مع نفسهم. ولا بيجيبوا اكل ولا بيجيبوا ايه؟ حاجات كتير. حاجات كتير، واضح ان هم بيجيبوا حاجات كتير وبيشاروها مع بعض. طب انتوا فاهمين هتعملوا ايه؟ يعني جاهزين؟ جاهزين. يلا بينا ما نشوف بقى، هل الاستاذ مالك ولا الاستاذ تيم اللي هيكسبوا في اللعبه دي؟ ريدي، امسكوا الكور. ستادي، خليكوا جاهزين. اند لا، واحده واحده يا ملوكي. يلا اند جو. يلا. الله، اول واحده، اول واحده عند الاستاذ تايم. الله، تاني واحده تايم النهار. اسم تايم عامل قلق النهار، اسم تايم عامل قلق النهار. تايم في الفريقين عامل شغل. ملوكه حط واحده، ملوكه حط واحده. ايه شاطر ملوكه. الله الله الله. وتايم حط واحده كمان. فاضل اثنين عند تايم. تايم عامل قلق في الحلقه دي، سواء تايم من الاسره دي او من الاسره دي. السر في اسم تايم. يلا يا ملوك. برافو ملوكي، شاطر قوي. يلا روح هات بسرعه، هات بسرعه. الله، ملوكه حط واحده كمان. استنى ما اشيلها لك. برافو 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 برافو. يلا يلا هنشوف هنشوف هنشوف. هيا بينا هيا بينا. برافو يا ملوكي. الله، يلا 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 يلا. فاضل ايه؟ الله 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 الله. فاضل واحده عند الاستاذ تايم.
ماشي يا ملوكي. ايوه يا ملوكي، برافو يا ملوكي. الله. انا بقول لكم السر في اسم تيم في الحلقه دي. تيم في الاسرتين عامل شغل عالي جدا جدا جدا، وشايلين معاهم اخواتهم يعني، فما تقلقش تيم خد حقك. كده هنروح للعبه الثالثه. جاهزين نلعب اللعبه الثالثه؟ جاهزين. يلا بينا على طول. طيب بما ان السر في تايم بقى، وتايم هنا كسب وتايم هنا كسب، قلنا نجيب تايم قدام تايم والبقاء للاقوى. كان مين تيمو ومين تيتو؟ انا تيتو. انت تيتو وانت تيمو؟ اه. طب انتوا عارفين هتعملوا ايه؟ اه. اللي هيوقف الازازه هتروح الكوره ناحيته، هنشوف الكوره هتوصل ناحيه مين الاول. هل انتوا جاهزين؟ جاهزين. طب يلا يا تيمو. تيمو الاول. يلا بسرعه بسرعه بسرعه. يلا يا تيمو. مفيش. يلا يا تيتو. الله مفيش. يلا يا تيمو. الله مفيش. يلا يا تيتو. الله جت تيتو. اول تايم يجيب الكره ناحيته. يلا يا تايم الثاني. يلا يا تيمو. الله. يلا يا تيتو. الله 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 على تيتو تركيزه. يلا يا تيمو. ايوه يا تيمو. الله كانت هتقف. يلا يا تيتو. الله ما وقفتش. يلا يا تيمو. كانت هتقف تيتو. كانت هتقف. يلا يا تيمو اسرع بقى. يلا الله. لا تيتو. الله فاضل لك زلطه وتطلع بره. فاضل لك زلطه وتطلع. ايه ده نظره الياس دي؟ مش عايزاك تيأس. يلا يا تيمو. الله يا تيتو. شفت؟ مش عايزاك تيأس. الياس بيرجعنا لورا. ايوه يا تيتو. يلا يا تيمو. برافو يا تيمو. يلا يا تيتو. الله يا تيتو بيلعب على اعصابك. بس على مين؟ على مين؟ على مين؟ على مين يا سيدي العارفين؟ الله يا تيمو. يلا يا تيتو. تركيز مش طبيعي. تيمو تيتو. تيمو بسرعة يا تيمو. تيتو. وها قد كسب هذا التيمو الرهيب. تعالى يا تيمو انت كمان. اتنين تيم بس. تيم ده اللي كسب في لعبة الترابيزة دي. تعالوا نشوف اللعبة اللي بعدها ايه على طول. برافو يا عم برافو. قطع الدنيا انت. جينا بقى لغايه اخر لعبه معانا على الترابيزه واخر لعبه معانا في الجزء الاول معانا النهارده. احنا عندنا الاستاذ مالك والاستاذه حلا، المفروض ان هم يبنوا بسرعه جدا 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 كاسل كده او برج يعني، وبعدين او هرم بمعنى اصح يعني وادق، وبعدين يلموه بسرعه جدا. بما ان احنا عندنا فرق في السرعات وفرق في السنين وفرق في الاطوال، فاحنا هنعملها واحد واحد علشان الاستاذ مالك ما يتوترش. موافق؟ ونشوف الستوب ووتش ونشوف مين بقى الوقت كان اسرع. اوكي انت جاهز؟ طيب انا هديك هنت واقول لك ان اول قاعده هرم بتتكون من 6 كوبس، 6 كوبايات. نعم. اوكي جاهز؟ يلا ريدي ستادي اند جو 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 يا تيمو. جو. دول اتنين يا تيمو. دول اتنين. دول اتنين يا مالك قصدي. اه مالك. ايوه انا اسفه معلش، ما انا خدت بالي ان اخوك هو اللي تايم. يلا انا اسف. مالك. الله الله الله. يلا بقى اسرع اسرع عشان لازم تبقى اسرع. لازم تبقى اسرع. كده كام؟ هم 6 اهم. حلوين قوي حلوين قوي. يلا ماشي. ايوه معلش لازم توقفها. وقفها صح. برافو. كده داخلين على 24 او 25 ثانيه. 25 ثانيه. هل يا ترى حالة لما تيجي تلعب هتبقى بتعدي الوقت اللي احنا محققينه لغايه دلوقتي؟ لغايه دلوقتي وقت ظريف جدا. يلا دخلنا على 40 ثانية. برافو برافو. بسرعة يا ملوكي بسرعة يا ملوكي. السرعة مطلوبة في اللعبة دي عشان لازم تبقى أسرع من حلا. وقعت. يلا يلا ابنيها ابنيها. لازم تبنيها لازم تبنيها صح لازم تبنيها صح. برافو. دخلنا على مش حلو كده مش حلو كده. داخلين على دقيقة 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 يا أولاد. دقيقة يا أولاد دقيقة يا أولاد. يلا ها أعمل إيه هنا؟ أساعدك إيه أكتر من كده؟ يلا برافو يا ملوكي والله برافو شطاره. ايوه ايوه. يلا فاضل فاضل ان احنا نخلص الهرم ونبقى بنعمل ايه بقى؟ ايوه هنا وهنا كمان. تصدق في كوبايه من جوه كوبايه ولا ايه؟ اهي جوه كوبايه جوه كوبايه. بسرعه. يا مالك بسرعه يا مالك بسرعه يا ملوكي. يلا يا ملوكي كده بقت دقيقة ونص يا ملوكي. دقيقة ونص يا ملوكي. يلا انا هساعدك انا. ساعدينا. طب يا حلا روح الرياضية. ايه ماشي دقيقة 47 مش ممكن.
يلا قربنا نخلص قوي، اخر واحده في الهرم. برافو، يلا لمهم بسرعه، لمهم بسرعه، لمهم بسرعه يا ملوك، لمه. ايوه شطاره شطاره، بسرعه بسرعه. يا ماشي ماشي ماشي، يلا لمه لمه، يلا هم اهم لمهم لمهم. يلا برافو يا مالك، والله برافو. صحيح دخلنا على دقيقتين بس، برافو، دقيقتين وعشر ثواني بس. ماشي ايوه بقى، يلا يلا بقى، عايزين سرعه. معلش معلش، عايزين سرعه في يلا اهو اهي اهي. هي دقيقتين و17 ثانيه، اما نشوف حلوله هتعمل ايه. جاهزه يا حلا؟ يلا انت مش محتاجه بقى ايه الكلام ده تعالي ونبتدي. يلا استني بقى عشان نظبط الستوب ووتش. جاهزه يا حلا؟ ماشي. احنا كنا هنا كام؟ دقيقتين 17. اما نشوف هتعرفي تعملي اسرع من كده ولا تعدي الوقت ده. يلا ريدي ستيدي اند جو. الله الله على الدقه والتركيز، الله على الدقه والتركيز، الله على الدقه والتركيز. تفتكر هتكسب ولا ايه؟ لا ما نشوف، ادينا قاعدين مع بعض. الله عدينا، لازقين في بعض ودي مشكله بتحصل. هل يا ترى عدينا ال 20 ثانيه؟ بالفعل عدينا اوريدي ال 20 ثانيه وداخلين على ال 25 اوريدي. الله، احلى حاجه في حلا التركيز والدقه، ملهاش دعوه باللي انا بقوله. اعمل لها كده، اعمل لها كده، اعمل لها كده. مفيش، مش ممكن التوازن، مش ممكن يا جماعه، مش ممكن، مش ممكن، مش ممكن يا جماعه. الله لا لا لا، حاسبي، لا 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 حاسبي بقى، دي بقى حاسبي. الله، ها ها ها، لا لا لا، ايه ده بقى؟ ايه هتخميني؟ ايوه يلا بقى بسرعه. يلا دخلنا على الدقيقة، دخلنا على الدقيقة، وده مش في صالحنا. الله لا لا لا، الله لا لا لا، الله مش هساعدك. ايوه انت طويلة. الله لا 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 لا، الله لا لا لا، دقيقة و خمس ثواني وكده تبقى حلا اللي كسبت. بس ملوكة برضو كان شاطر جدا 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 بكده يا جماعة. ايوه شطورة بكده. نبقى وصلنا لغاية نهاية الجزء الأول من رحلتنا، بس استنونا بكرة بألعاب تانية وتحديات تانية مع نفس الكتاكيت الحلوين دول. ورحلة سعيدة.